لسه مكملين كلامنا عن رياضة المكفوفين، يعني مش قادر أقول لكم أنا سعيد ومتشرف إلى أي درجة بوجودي مع اتنين من الأبطال في ألعاب مختلفة، وحابين طبعا نعرف منهم إيه الصعوبات اللي واجهوها وطموحهم واصل بيهم لغاية فين. معانا الكابتن مصطفى هلهول وهو لاعب رفع أثقال مكفوفين، وكابتن محمد جمال لاعب كرة قدم مكفوفين. صباح الخير عليكم. صباح النور. ومتشرفين بوجودكم معانا. احنا والله المتشرفين أكتر. أهلا بيك. نبتدي مع كرة القدم ولا مع كمال الأجسام؟ تحبوا إيه؟ مع كرة القدم. بص، ورمى الكرة في ملعبك ولغة كرة القدم. كابتن محمد، سعداء بوجودك معانا، أهلا بيك. والله أنا أسعد بكتير. وقبل ما ندخل بقى معاك في التفاصيل الرياضية، عايزين نتعرف عليك وعلى الصعيد الشخصي، كلمنا كده بإيجاز عن نفسك. أنا اسمي محمد جمال محمد، عندي 22 سنة، بدرس في الأكاديمية البحرية كلية لوجستيات النقل الدولي. حاصل برضو يعني الدراسة دي واخدها منحة دراسية من معهد التعليم الدولي. خدت قبل الأكاديمية خدت سنة أزا بريدجير بروجرام في الأيو سي، بلعب في المنتخب وبرضو ألعاب قوة برضو شغال، بس أساسي مركزي مدافع في المنتخب. أوكي، جميل جميل. طب نروح لكمال الأجسام ونتعرف اكتر على كابتن مصطفى. اسمي حبيبي مصطفى محمود هلول، لعب قوه بدنيه ورفع اثقال المكفوفين وضعف البصر. اوكي. دلوقتي اللعبه احنا يعني احنا بنلعبها قوه بدنيه، اصلا هي اساسا قوه بدنيه، بنلعبها مثلا من 2012 كده. اوكي. بعد كده الحمد لله اتطورت فيها وتعرفت على ناس عندنا وعرفوني مع دكتور خالد عبر المؤسسه العسكريه. رئيس المؤسسه العسكريه اسماعيليه. حلو. العقيد ابراهيم الخولي وصلنا للمنتخب. يعني القوه البدنيه كانت هي مدخلك لاختيار الرياضه دي بالتحديد؟ هي القوه البدنيه في اللي هم السلام، اللي احنا السلام. اوكي. رفع اثقال المكفوفين وضعف البصر، انا بلعب تحت بند دفع ضعف البصر. طب مش برضو يعني نوع الرياضه في حد ذاتها بتتطلب قوه بدنيه؟ طبعا. بغض النظر عن الابصار من عدم اساسي. يعني انت لو كنت يعني انت لو شفتني انا شخصيا هتعرف ان انا لا اسطح للرياضه. لا لا لا، فالقوه البدنيه بتبقى مطلب رئيسي في الرياضه زي كمال الاجسام ورفع الاثقال. العاب القوه عامه ما بتاخدش بالجسم نهائي. اه، مثلا قوه الجسم، قوه تحملها. انا لا بكلمك من زاويه رفع الاثقال مش على ما رفع الاثقال. ما هي ما هو رفع اثقال. اوكي. احنا هي اسمها كده رفع الاثقال المكفوفين وضعف البصر. بس هي اصلا قوه بدنيه، يعني لعبتها اصلا. جميل. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك يا كابتن مصطفى؟ يعني في ان انت تتميز في الرياضه دي. طبعا هي اللعبه قديمه جدا واحنا لسه برضو جديد فيها، فهم يعني الاساسيين فيها اول جامدين عنك، لهم مثلا عندهم كل حاجه متوفره. كل حاجه. تمرين، احنا حضرتك مثلا بنتمرن مثلا في مدينه على قدنا، يعني نادي على قد نادي المطريه. مش كده الامكانيات مش كبيره، بس دي الفرق، بس يعني دي بس الحاجه الوحيده اللي وان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه في عدد حلو جدا وبتمرن الحمد لله اساسي. لان عندنا معسكر ان شاء الله بتاع المنتخب، وعندنا بطوله ان شاء الله في جورجيا السنه الجايه ان شاء الله اللي احنا فيها في شهر 11 باذن الله. ان شاء الله وان شاء الله هنشرف مصر وهنرفع اسمنا كبير ان شاء الله. ما عندناش ذره شك ولو للحظه في ان انتوا بتشرفوا مصر. انت نموذج، وكابتن محمد نموذج لشباب مصريين يتقال عليهم، ودي مش صيغه مبالغه على فكره ولا مجامله بتتقال في قاعده، ابطال بالمعنى الحرفي. لان انتوا بتتحدوا ظروف قاسيه جدا، مش كل الناس تبقى عندها القدره ان هي تتحداها، ومش بس تتحدى وتنجح وتتميز وتتفوق. فنروح بقى لكره القدم واختيارك لكره القدم يا كابتن محمد. والله كره القدم كلنا بنلعبها من صغرنا. بس كان مش بشكل بروفيشنال. كان في المدرسه عادي بنلعبها، بس علشان نقدر نتعرف على الكوره بنلعبها بكوره عاديه، الكوره الكفر ديت. وبنحط فيها كيس بلاستيك. اوكي. عشان تصدر اصوات. عشان تصدر اصوات. ونعرف صوتها هي رايحه فين. جه في 2015 كده مجموعه شباب كانوا بيلعبوا كوره ومنعتهم الاصابه من ان هم يكملوا. فشافوا اللعبه دي بره مصر. جمعوا عدد كبير من اللعيبه وعرضوا الفكره، وفي اللي كمل اللي كان عنده موهبه واللي عنده استعداد وعنده طاقه ان هو يدي للموضوع دوت، وفي اللي ما كملش. واجهنا صعوبات كتير وستيل بنواجه برضو، بس يعني اللي مخلينا نكمل ان احنا حابين اللعبه، خاصة ان هي فعلا لعبه من اكتر اللعب الممتعه اللي ممكن اي حد يلعبها. طبعا.
وخاصة كمان إن الطبيعة بتاعتها بتختلف عن أي لعبة معاقين بشكل عام ومكفوفين بشكل خاص، لأن مثلا كان المتعارف عليه في يعني قبل الكرة ديت المكفوفين ما بيلعبوش غير كرة الهدف أو اللي بيقولوا عليها كرة الجرس. الجرس ست لعيبة قصاد بعض وبيلعبوها زي البولينج وخلاص. إنما ديت بلعب خماسي وترقيص والتحامات وحارس مرمى بيشوف، الموضوع مش سهل خالص. طبعا. وان انت بتلعب كمان متغمي واجوان يعني ما فيش بعد كده. طبعا طبعا. بس انت قلت واجهنا صعوبات كتير ولسه بنواجه، بيخيل لي ان معظم الصعوبات دي ما كانش كلها برضو هتلاقيها بتندرج تحت بند الماديات او الدعم، ولا طبعا. ولا الوضع مختلف؟ حضرتك بتتكلم هي دي، هو ده يعني دي المين بوينت اللي اللي بتواجهنا، وزي ما قلت ما زالت بتواجهنا. اللعبه مش مكلفه خالص، بس قليل لما بنلاقي سبونسر بيكمل في الموضوع دوت. مع يعني لو اللعبه ديت اتدعمت دعم بسيط قوي والله العظيم هنجيب كاس العالم. يعني دعم بسيط. قالك والله العظيم هنجيب كاس العالم. احنا 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 بنواجه اللي هو يعني احنا قبل المنتخب مثلا اتدربنا، وصراحه ربنا الوزاره المره دي عملت معانا يعني اكتر من الصح ووقفت معانا والكلام دوت. بس احنا محتاجين يبقى في دوري قائم، يبقى في مثلا بدل ما احنا بين اربع او خمس فرق بتشارك يبقى في 20 فرقه، يبقى النوادي الكبيره يعني تتبنى اللعب ديت. طبعا. زي ما دكتور عوين منشن من شويه قال ان هي تكلفه فريق كامل ما يجيش 8 لعيب لعيب كوره. ده كلام صحيح. فاحنا مش ولا بنطلب يعني مش بنطلب المستحيل، انا بقول لحضرتك ادينا امكانيات بس ولو 5% من اللي بياخدها لاعبي الكره العادي والله هنجيب الكاس العالم، بقولها تاني. والله اتمنى ان الوضع يتغير يعني على الصعيد ده الفتره الجايه، وكويس ان انت شخصيا بتقول ايه يعني مؤخرا الوزاره كمان ابتدت يبقى فيه تغييرات صراحه ربنا. جميل. طب وفي رفع الاثقال احنا بصراحه السنه فاتت يعني بصراحه كنا احنا قعدنا عسكرنا من 18 8 لغايه 18 11 بصراحه كنا قاعدين في فندق يعني كنا كل حاجه كانت متوفره لنا بصراحه في المعسكر المنتخب. يعني انت لمست ان في تغيير لا استجد بصراحة. في الفتره والجهاز الفني تعب معانا جامد، وكان لا كنا كل حاجه متوفره لنا في المعسكر بتاع المنتخب. طيب بعيدا عن الدعم، دعم الرعاه للرياضات الخاصه بالمكفوفين، على الصعيد الشخصي بقى والانساني عايزين نعرف مين اللي كان داعم ليك يا كابتن مصطفى وداعم ليك يا كابتن محمد، وفرصه على فكره لو عايزين توجهوا لهم اي كلمه وانتم معانا على الهواء يعني فرصه حلوه. نبتدي معاك كابتن مصطفى. والله دعم كتير جدا، احنا بلعب باسم المدرسه العسكريه باسماعيليه، يعني هي اول حاجه حطتني في الطريق بتاعي. بعد كده اتعرفت على الدكتور خالد مدير المنتخب واللي عملنا اختبارات ونجحنا فيها والحمد لله ربنا وفقنا. جميل. وخدت ميداليه ذهب مجموع وميداليه فضه بنج، هم لعب احنا عندنا ميداليتين في اللعب. اوكي. مجموع وبنج. تمام. الحمد لله خدت اول مجموع وخدت تاني بنش. يعني اول جهه او اول كيان هتتوجه ليه بالشكر هي المؤسسه العسكريه. ده اكيد بصراحه هي وقفت معانا جامد. جميل. انا وعلى الصعيد بقى الشخصي العائلي الاسري عامه يعني احنا عندنا في مدرب بعزه جدا، يعني هو برضو اول واحد لعبني اللعبه وحببني فيها. كنت اول كده عادي هزار كده وعاوز اطلع اسافر اي حاجه في الاول خالص. الكابتن ابراهيم كحله انا يعني ده ابويا الروحي في اللعبه بتاعتي بصراحه. جميل. هو اللي مربيني، هو راجل بعزه جدا وبحبه جدا يعني. جميل. طب والاب الروحي ليك انت يا كابتن محمد مين بقى في كرة القدم والناس اللي انت تحب تتوجه ليهم بالشكر عشان دايما كانوا في ظهرك ودايما ساندينك وكتفهم في كتفك؟ والله يعني مش عايز اقول حد بعينه عشان في ناس كتير وقفت معايا وكانت بتبقى في ظهري، فانا خايف انسى حد والباقيين يزعلوا. فبصراحه بس يعني حلو يعني في دعم وفي ناس حواليك كتير بتدعم. في دعم، وكان البيت برضو بصراحه يعني بابا كان واقف معايا بشكل كبير على الرغم ان الكوره كانت سبب مشاكل ليا في الدراسه والكلام دوت. اوبا. يعني ترم كامل في بطوله افريقيا اللي فاتت اتسحب. الله الله الله. ست مواد 18 ساعة كده اتسحبوا خالص وخلوني باوفرلود وحاجة. طبعا.
يعني ما بيبقاش فيه زي درجات حافز رياضي زي ما كانت بتحصل كده مع طلبة الثانوية العامة المتفوقين في الرياضات، ما فيش النوع ده من الأمور عندكم بتحصل؟ والله أنا كنت فاكر كده قبل ما أسافر، وهم كانوا بيقولوا عندنا إن الوضع هيمشي كده، بس لما جينا ساعة الجد ما اتسحبت ال 18 ساعة اتسحبوا كلهم، على الرغم إن أنا كنت جايب ليتر من الاتحاد بيقول إن أنا في معسكر ومسافر بطولة أفريقيا والكلام ده كله، بس رجعت لقيت الدنيا. لا دي برضو من الحاجات اللي لازم تتظبط الحقيقه، عشان دي يعني حاجه منطقيا جدا ان هي تكون حاصله. كابتن مصطفى كنت عايز تقول حاجه. حضرتك انا في محافظه عندنا في المحافظ لا كرمنا حبالنا سنه وش سنه، انا برضو معايا لاعب تاني معايا في المنتخب بنفس الكاره بتاعتي او المدينه بتاعتي، ومعايا برضو مساعد المدرب بتاعنا لغايه وقت نازل، ما فيش حد خلص لما المحافظه كرمنا نهائي حبالنا داخلين في السنه اول سنه بطوله عاديه بقى سنه حد كرمنا نهائي، ما حدش كرمنا بصراحه الا الوزاره والمدرسه العسكريه، ده الحاجه الوحيده اللي كرمتنا في مصر دي. ما عرفش احنا مش قليلين ولا ما حدش اكتر مننا في حاجه، احنا الحمد لله احسن من ناس كتير جدا الحمد لله. طبعا طبعا لازم برضه نحس برضه يعني المفروض المحافظه بتاعتي تكرمني، دي اقل حاجه يعني، دي اقل لفته يعني. وبرضه يعني دي حاجه نتوجه بيها لكل المهتمين بالشان الرياضي بشكل عام ولفئة المكفوفين بصفة خاصة، إن إحنا بنتكلم على نماذج مشرفة للشباب المصري، بنتكلم على أبطال اتحدوا ظروف واتحدوا يعني حاجات يمكن إحنا أو الناس العادية صعب جدا تتحملها، فأنتوا حقيقي يعني تستحقوا كل الدعم وكل التقدير. يعني أتمنى إن الأوضاع دي تتغير الفترة الجاية إن شاء الله. الحمد لله وإحنا مستمرين في تمريننا، وإن شاء الله إن شاء الله ناويين على الأحسن، لأن أنا نفسي أشارك في الأولمبياد إن شاء الله، ربنا يوفقنا واللعبة تخش بتاعتنا. انا كنت بكلم حضرتك الدكتور احمد من شويه بقول له يا دكتور نفسي تخش الاولمبياد برضه، لان احنا ما احناش احنا في اللعبه دي مميزين جدا في رفع اثقال مكفوفين ضعف البصر مميزين جدا. حلو نقطه ان شاء الله لو دخلنا الاولمبياد هنبقى من احسن دول في اللعبه دي. جميل. طب كابتن محمد كابتن مصطفى حاطط عينه على الاولمبياد، حلو يعني عايزين نعرف انت بقى بتخطط لايه او بتامل في ايه الفتره الجايه، هنسمع منك الاجابه، بس استاذنكم نطلع فاصل سريع ونرجع نسمع اجابتك. كل حضراتكم من جديد، للاسف الوقت جري بسرعه البرق مع ابطالنا كابتن مصطفى وكابتن محمد، يعني الوقت المتاح عندنا يا دوب نسمع اجابتك على السؤال اللي احنا ختمنا بيه اللينك اللي فات، بتحضر لايه وبتجهز لايه الفتره الجايه يا كابتن محمد؟ على المستوى الرياضي انا يعني بتمنى او ماي جول بطوله افريقيا ان شاء الله القادمه يا رب ان شاء الله نكون الاول ومنها نتأهل لبطولة كأس العالم. طبعا أتمنى إن احنا نشارك في الأولمبيات اللي جاية، وعلى الصعيد الشخصي أتمنى إن أنا أخلص جامعتي ودراستي وأحضر ماجستير أو الكلام دوت، وبرضه بما إننا قلنا هنقفل يعني ده طلب من الأندية الكبيرة إن هي تبص للرياضات المكفوفين وتتبنى لعيبة بجد، والله يعني إيه هنشرفكم. أكيد أكيد ما عندناش شك بده، وربنا ينولك كل اللي بتحلم بيه وبتتمناه إن شاء الله. كابتن مصطفى في الفاصل أنت قلت لي إن في حد برضه أنت عايز تشكره. طبعا ناس بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني فضل عليا إن أنا أوصل للمكان اللي أنا فيه ده، عندنا كابتن عوض وكابتن أحمد شندي وكابتن أحمد رفاعي برضه جزاهم الله خير، هم اللي وصلوني يعني يعتبر الطريق بتاعي. فأنا والله جدا الناس دي انا شخصيا بشكرهم الحقيقه، شكرا جزيلا، وبشكر كل من هو داعم لفئه محترمه جدا 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 من الشباب المصري، فئه مشرفانا، فئه تحدد ظروف صعبه جدا، يعني كل التوفيق ليكم يا كابتن مصطفى وكابتن محمد. انا اتشرفت بوجودي معاكم النهارده، للاسف الوقت مش طويل قوي، بس يعني ايه برضه اتشرفنا بوجودكم معانا، ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب في اللي جاي باذن الله. احنا اللي شرف لينا ان احنا نبقى في قناه كبيره زي قناه الاهلي، يعني انتوا نورتوا قناه الاهلي واسعدتوا جماهير الاهلي، بشكركم على وجودكم معانا شكرا جزيلا، واكيد الشكر كله موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن ان عشنا وكان لنا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين من 10 ل 12 وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، الى اللقاء.